صولك مشهورة بأكلات الشعبية والشاي خانة، يعني الشاي على الفحم ومرتبة، ويجون شغلات الشعبية على مود هنا، يجون جماعة العرب وهو يجون هنا، منطقة سياحية ومرتبة وحلوة. أيوة الجو بارد هنا بالسليمانية تعرف أنت. وبالنسبة للعصائر، عصير الرمان مثلا فريش طبيعي وخالي من السكريات، وتعرف أنت بعد صولك مشهور الأكلات الشعبية، وإقبال كلش هواي، يعني كلش هواي على أكلات الشعبية بصولك. والله ميزة بأكلات الشعبية، يعني أكلات الشعبية هنا اختصاص أكلات الشعبية، وشاي خانة تعرف أنت، الشاي على الفحم وشرابيت وأكلاتهم نظيفة، أكلاتهم حين نظيفة يعني. انتوا حاليا بالسليمانية وبالضبط بشارع سالم وبمركز سوق صهولكة. صهولكة يمتاز بأكلات الشعبية الموجودة هنا، وشرزات والمطاعم الموجودة والأفران والحلويات. يعني السائح اللي يجي هنا شيريد ماركت، سوبر ماركتات موجودة، يعني أي شيء يحتاج هنا ما يظل عنده عوازة، خلينا نقول أي شيء يحتاج يلقى هنا. وصهولك سموها هنا هذا السوق نسبة إلى معمل ثلج الموجود هنا، وهذا تاريخ يعود نهاية الستينات وبداية السبعينات. وبهذا الشارع طبعا أكثر السياح يجون هنا
من جميع محافظات العراقية من غير الأجانب، أكثر شيء هم يتواجدون هنا من غير الناس المثقفين المخرجين والممثلين والمسرحيين والكتباء والشعراء والأدباء يلتقون. يعني هذا الشارع روح السليمانية، روح سليمانية هذا الشارع يعتبر، يعني شارع جميل جدا يعني، ويظل الشغل هنا تقريبا للصبح. ممتاز بشعبية جدا عالية هنا. أي جايين للبصرة، شارع سالم ومنطقة السليمانية كلها محافظات السليمانية، منطقة حلوة يعني تجذب السائحين، بها أماكن حلوة، شلالات، أماكن شعبية، أماكن ترفيهية، فلذلك شارع سالم بيتواجد الأكل الشعبي، ناس شعبيين، كافيهات شعبية، شارع بأمان، شارع مرتب وحلو، فيجذبنا. إذا إحنا كل شهر تقريبا أو كل شهرين من نجي سياحة منطقة السليمانية نجي غالبية أوقاتنا بالليل شارع سالم، كافيهات والأكل. الأكل الشعبي، الأكل الشعبي كله متواجد، اللي تريده أنت اللي بخاطرك أنت تشتهي، الأكل الشعبي كله متواجد بشارع سالم. الأكل الموجود هنا طريقة العمل مالته وطريقة النكهة مالته مميزة، يعني كل محافظة أو كل منطقة تشتهر بأكلة معينة، فشارع سالم يشتهر أنه بالأكل هاي الطريقة اللي سووها، الكبدة والدجاج واللحم والقوز بطريقتهم بنكهتهم، يعني أكو نكهة أكو لمسة خاصة بمحافظة السليمانية بالأكل، بشارع سالم متواجد بالذات. سفرة سياحية نتونس شارع سالم، دائما نجي هنا، أنا منطقة شعبية حلوة نفتر ونتونس، والحمد لله وشكر أجواء حلوة، أجواء حلوة شبابية وعائلية وناس تتونس وتفتر، هيك أجواء حلوة، تغير جو، والله كل شيء عجبني هنا. أنا وأنا شارد من البيت قايل لمرتي رايح أشتغل عمالة وجاي هنا وهسا راح تشوفني وراح تخابرني. والله جيت أنا وجماعتي، أكلنا كبدة وأكلنا كباب ودجاج كل شيء أكلنا. صور لك باسم معمل ما ثلج، وبيها كل مكان الشعبية، يعني يجون كل من برا، يجون من الجنوب، يجون من بغداد، يجون من كل المناطق اللي يجون، وهنا بيها الكافتيريا، بيها أكلات شعبية، المكان الشعبي يختلف من مكان اللغة، يميز هنا ويختلف من مكان اللغة على مود كل الشايخانة اللي برا موجود، وأكلات كلها برا وكافتيريا كلها برا، يعني اللي يختلف من مكان اللغة طبعا، لأنه كل النوع يجون هنا، الشاعر، الرسام، إنسان عادي، يعني مثلا كل من كله يجون هنا مثلا.